السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم مره اخرى هذه الفيديوهات اللي كنعملنا حول الجنسيه الاسبانيه. فكلما كان هناك معلومات جديده فاقوم بالتكلم عنها. هذه الايام هذه كان هناك واحد المؤتمر الاول حول الجنسية الإسبانية، حول الجنسية الإسبانية، واللي هذا المؤتمر هذا حضروا ناس مسؤولين حول، يعني سواء مواطن جهة مخولة، يعني لإدارة والبحث في الملفات اللي هي الإدارة العامة الجنسية، الإدارة العامة للسجن المدني والتوثيق، هذه تابعة لوزارة العدل، فهي المخولة يعني كجهة رسمية اللي كتقوم بتطبيق القانون الحصول على الجنسية، واللي هي اللي كتستقبل الملفات واللي كتقوم بالبحث ديالها. هذا الكونغرس أو المؤتمر حضروه طبعا المحامون المختصين بالهجرة، وكانت هناك طبعا ناس من الإدارة العامة للسجن المدني، أنا كنقرأ المعلومات. في اليوم الأول في يوم 16 نوفمبر، يعني الناس اللي كانوا حاضرين في هذا المؤتمر هذا فاستمعوا للسيد خصوص سانتا باربرا روبيريز، شوف ديريكتور خيرال دي ناسيونال ستاتو سيفيل، نقولو نائب المدير العام للجنسية الحالة المدنية. هاد الأستاذ هذا فقام بإعطاء بيانات إحصائية اللي هي طبعا غتبين الحاله ديال الملفات ديالنا. بالنسبه يعني هذا السيد هذا قال ان كاين واحد، اول حاجه طلع عليها فقال لك كاين واحد البولومين كبير ديال الخدمه عندهم ملفات كثيره اللي شغالين عليها في هذا، يعني في اللحظه هذا خصوصا في الشهور الأخيرة، وخصوصا يعني بعد دخول النظام الجديد طبعا. فمنساش أننا مرحلة ترانسيتوريا، مرحلة هنقوله واحد وقت مرحلي هناك واحد ترانسيشن، هناك واحد المرور من نظام قديم الى نظام جديد، وهذا طبعا يشكل واحد صعوبه بالنسبه للقائمين على التنفيذ او القائمين على معالجه ملفات الهجره في اسبانيا. بالنسبه للاحصاءات غنبدا نقول اللي قال هذا الاستاذ هذا السيد هذا، فهو قال على ان الاداره في المديريه العامه للسجل المدني والحاله المدنيه وللتوثيق، فعندهم 150,661 طلب جنسيه اسبانيه عن طريق الاقامه، تم تقديمها 2014. كاين 151,314 تم تقديمها في 2015. بالنسبة رغم أننا كنمروا من نظام قديم إلى نظام جديد، فهذا ما أثرش على معدل الطلبات، فالمعدل فهو بقى هو نفسه، يعني ما أثرش على العدد ديال الطلبات اللي يتم تقديمها يعني من سنه الى سنه اخرى. وقال لك على ان طبعا
معدل تقديم عن طريق الموقع الإلكتروني، فارتفع حتى نسبة 10% من توتال من جميع الملفات المقدمة انطلاقا من 15 أكتوبر 2015 لدفع تطبيق القانون. بالنسبة 2016 بالنسبة المهمة للمتقدمين للحصول على الجزء الإسبانية، فجأت أولا المغرب، بوليفيا، كولومبيا، إكوادور والبيرو. فالأشخاص من هذه البلدان كانوا هما الأغلبية، حيث الناس اللي قاموا تقدم على الحصول على الجنسية. بالنسبة كما تم الشرح ديالي، يعني هو أنا كنت أتكلم على الذي الشيء اللي قال هو، فقال لك فوزارة العدل في الشهور الأخيرة فكانت أمامها واحد مهمة صعبة شوية، أنها تحل حوالي 40,000 ريكورسو. وانتم عارفين طبعا ما معنى الريكورسو، يعني هذا بحال نقولوا ملي كتجاوب عليه الإدارة بالنفي فكتقوم بواحد ريكورسو بواحد عميل طالب حلقة، وكتستأنفوا ديك الملف عند الإدارة، لأنك يكون ممكن أن يكون طالب شي حاجة، يمكن مثلا رفضوا لك على أن شي ورقة كانت عندك ناقصة أو لشي حاجة ممكن أنها تصحح. فالقانون هناك يعطيك أنك تستأنف عند الإدارة نفسها في أجل، يعني وما في حد، غالبا يكون شهر بعد التوصل بال يعني الورقة اللي كتقول على أنه ديليغاسيون أو ضغط. فأنهم طبعا واجهوا 40، عندهم 40,000 ريكورسو اللي كخصهم على أنهم يجاوبوا عليهم، واللي تم يعني تم أنهم الرد على 75,000 من هذا الريكورسو، وخلال أقل واحد الشهر غادي يكونوا سيكون تم يعني تم الرد على حوالي 95% من مجموع الملفات. طبعا هذا الكلام اللي قام تأكيده سنيور سانتا باربارا. وبالنسبة باقي الإكسبيرينتس معطلين متأخرين من سنوات 2010 حتى 2013 حوالي 40,000. هنا بالنسبة لأن كان هناك ظروف ما تمش البت النهائي في هذه الملفات، لأن بزاف ديال الملفات هادو باقي كينتظروا انفورميس انترنوس ديال بوليسيا ومن السنائي. فكما كتعلموا جميعا حنا لما كنتقدموا بأي طلب فهما كيقوموا طلب تقارير من الأمن الوطني الإسباني ومن الثنائي اللي هو جهاز المخابرات حول الشخص المعني. طبعا انتم عارفين مشاكل الإرهاب، مشاكل يعني اللي وقعت مؤخرا، فالآن يتم التدقيق بكل شخص طرف سكوت يكون عنده مشاكل لا مع يعني لا مع القانون العادي، لا جنائيا يعني، ويكون عنده جنايات ولا محكوم عليه، وحتى لم يكن يعني سجل العدلي ديالو نظيف، فستبقى هناك تقارير لجهات أمنية. طبعا هما يمكنش عندهم الجنسية الإسبانية لإنسان أو شخص يشكل يعني خطر أو ضرر للأمن القومي الإسباني أو على الإسباني. طبعا أنت ما تعطيش الجنسية الواحد مثلا لتقارير تقول على أنه عند اتجاهات لا يعني ما كتمشيش مع القانون ديالهم، ما كتحترمش القانون. هذه إحصاءات اللي كعبوها. طبعا هادو تاهما قال لك عاود على أنهم الريكورد هاد طلبات هادو الإكسبيرينتس طبعا فقد تم بث في حوالي 75%، وفي خلال شهر سيتم البث في 95%. يعني تخيلوا هنايا باقي الإكسبيرينتس يعني قدام وباقي الريكورسوس يعني ملفات كثيرة وكثيرة. فيقول السيد سانتا باربارا أنا في عام 2016 فقد تم إعطاء
108,140 ناسيوناليزا، يعني 108,140 طلب أو جنسية تم منحة الأشخاص الذين تقدموا بهذا الطلب. وقال على أنه وتم رفض، وتم طبعا هذا في 2016 طبعا ملفات اللي دفعت 2011 ملفات 2014 يعني كمتأخرين، يعني يعني ملفات من 2010 طبعا 2010 2011 هذا قلالي، ولكن ملفات ما بين 2012 حتى 2014 اللي هما كيشكلوا الغالبية فقد تم رفض حوالي 9000. قال لك على ان النسبة هذه نسبة الرفض هذه فهي انخفضت من مقارنة مع السنوات الماضية حوالي يعني كتشكل يلاه اون ترسيلا بارتي يلاه ثلث، يعني يعني شحال هذه كانوا كيرفضوا مثلا انت عندك عندك مثلا سجل العدلي توفى بزاف الناس شحال هذ كيدفعوا كيكون لان كيتعطل الخصم امريكا اللاتينيه كيكون ملي كيجي يطلب وكذا وكذا ديك الورقه كتستوفي يعني الوقت ديالها ولهذا السبب كيرفضوا. فهما الان ما بقاتش هذيك القضيه انهم كيرفضوا من اجل الرفض، بدا شافوا على انه ورقه عندك كادو كذا ما كيرفضوش مباشره لان هذا كيسبب واحد يعني انت كتسنى ما نعرف شحال تدفع الجنسيه عامين ماشي ريسول بيرو في الاخرين منهم لا هما الان واعيين بهذه المساله هذه. فاذا كان هناك واحد الورقه اللي انهم يقدروا يعني يعملوا لك واحد ريكيرمينتو انهم يطلبوا لك انك تجيب هذيك ان هذيك تجيب هذيك السجل عادي ديال دابا فهم ما يرضوش مباشره رجعوا السياسه ديالهم انهم كيطلبوا تجيب لك الورقه. الثاني العدد يعني النسبه المئويه للرفض انخفضت للثلث، يعني كيرفضوا الاسباب سير الرفض كيكون شي حاجه اللي هي ما عندكش شي باش تداويها يعني شي حاجه مهمه. هو كيقول لك على ان باقي في 2016 باقي الوزاره كتوصل ملفات ل يعني ملفات التقدم لفرع الجنسيه الاسبانيه خاضعه للنظام القديم وكاين عاود اللي خاضعه للنظام الجديد، هذه واحد ديفيكولتا واحد الصعوبه بالنسبه لي. وكيقول على ان الاكسبيدينت ديال 2015 سيتم التعامل معهم ويتم البث عليها عن طريق البلاتفورم الجديده عن طريق يعني ديك الموقع ديال وزاره العدل اللي فيه ديك البروغرام اللي هو سبيسيال ناسيونال. فالناس 2015 كاملين سيتم التعامل معهم عن طريق هذا البرنامج هذا ماشي على واحد البرنامج قديم هذاك صافي ما يبقاش خدام. بالنسبة لهذا البلاتفورم هذا ديال البرنامج اللي هو خاص ديك البرنامج اللي هو الكتروني اللي هو خاص عن طريقه يتم لانه هما دابا مابقاوش كيتعاملوا مع الملفات هكذا لا الملفات كاملين خصهم يدخلوا في هذا البرنامج خصهم ديجيتاليزارو خصهم ميتا داتا دوش يتم التعامل مع جميع الملفات عن طريق هذا البرنامج. يمكنش اذا شي ملف يتم يعني التعامل معه على الموظف يجي يدوزو لا كلشي كيتبولكا كلشي كيمشي لهذا الانترنت. كما لاحظتوا انا شرحت كيفاش الملف يعني في الفيديوهات كيفاش حنا كندخلوا المعلومات ديالنا وكنسكانيو ديك الميل داكشي ديال الوراق ديالنا هذوك الشواهد كلشي كيتسكانو كيدخلوا. فالان الوزارات هذه اتجاه الان اللي كاين في اسبانيا والدول الكامله لان جميع الملفات كلشي الان كيدخل عن طريق الانترنت. علاش؟ لان كيسهل بزاف الوقت وحتى هما ملي كيبغيو يسترجعوا شي معلومه كتكون كلشي عندهم في الانترنت كيبقاش يفتش في الملفات واش تحرقوا ولا مشاو ولا لا كيبقى كلشي في الانترنت. بالنسبه لهذا البرنامج هذا هما باقي ما كملوش به ولكن يقول لك كاسي كل منال يعني هما كانوا باقي كيطوروا فيه شي اشياء طبعا. ولا لاحظتوا على ان الناس اللي يدفعوا شحال هذه كانوا كيلاحظوا ان بعض الاشياء كتغير في البرنامج كيجبر شي بوطون جديد زاد شي حاجه شي لعيبه ما كانش قبل وتزادت يعني هذا كيعني ان البرنامج قد قيد التطوير باقي ما كملوش. اذا فهما كيقول لك على ان هو ستاب كاسي في الميناضو كمان
بالتالي فجميع الاكسبيدينت 2015 اللي باقي ما تم التسجيل ديالهم الكترونيا فسيتم ادخالهم في هاد بلاتفورم جديده. وقال لك على ان في غضون اسابيع قليله يعني اسابيع المجه سبع قليلة جدا غادي يبدا تراميتاسيون ديال اكسبيدينتس 2015 اللي سيتم طبعا التراميتاسيون ديال يعني التعامل مع الملفات عن طريق بلاتفورم جديدة يعني البرنامج الجديد للمواد هذه المسألة الجنسية واللي هذا غادي يكمل غادي يمكن من واحد الافانسي اوتوماتيكو دي جران بارتي دي لوس بروسيسوس كي هاستا اورا دي ريليسار اون بيرسونا. هذا البرنامج هذا غادي يمكن على ان يكون هناك واحد التقدم يعني يتم بصوره اوتوماتيكيه كاين شي اشياء يعني بحال نقولوا يخدم بوحديتو اوتوماتيكيا يعني طبعا وغادي يمكن على ان هذا البروسيس اللي نقولوا ديال ناسيوناليدات يعني هذا النظام هذا كامل اللي مثلا اللي كان كيخصو يقوم بها فهمتيني يعني العديد من الاشخاص يعني هو بيدو مثلا انا نشرح لكم نقطه مثلا ما غادي انت تقدم طلب طبعا الطلب هذاك شحال هذيك خص الموظف حتى يوصل له الملف اللي يدو عاد مثلا عاد يبدا يطلب ديك الانفورماسيون يطلب ديك التقارير مثلا للجهات الامنيه ممكن انا اعتقد هذا تخمين من عندي فانت ملي كتقدم الطلب فالجهه فممكن انك تبرمج يعني تخيل انت يدخلوا لك في النهار مثلا 1000 اكسبيدينتي تخيل 1000 اكسبيدينتي الجهاز اوتوماتيكيا كيقوم طلب تقارير مثلا في ديك اللحظه هذه وبالتالي على ان مي الله كيجي مثلا ديك الفونكسيوناري يوصل يدخل الملف ديال كتجبر ان العديد من التقارير فقد تم الانجاز ديالها وتوصل بها. اذا هنا كتشوف ان شاء الله هذا ان شاء الله مع الوقت يعني ممكن دابا عندما سيتم التخلص من ديك التراكم ديال الملفات القديمه وغيبدو في الملفات الجديده فاظن على ان مساله الجنسيه سيتم حلها في غضون شهور عدة ممكن 6 شهور يعني لكن انا كنهضر دابا عامين و 3 سنين ولا 4 سنين غادي يكون السيستم لك لان السيستم الان رجع اوتوماتيكي رجع توتالمين تاع ادمينستراتيف وشحال هادي لا ما كانش كي كيتدخل خواص يعني المساله القانونيه المساله القانون الجديد رجع كامله ادمينستراتيف ومع البلاتفورم وهادشي فانت تخيل كل واحد كيقوم بالديجيتاليزاسيون دونك انت كتحيد بزاف العيب على الموظفين. بالنسبه واحد المعلومه هنايا كيقول لك حاليا فقد تم يعني ديجيتاليزاسيون ديال 75000 اكسبيدينتي يعني سكانوا هاد 75000 اكسبيدينتي من 2015 ويتوقع انه ستتم هذه العمليه ديال السكانر برمتها قبل ابريل 2017 يعني هذه كملوا من يعني هذا واحد التقدم كبير يعني شحال هذو كانوا يعني احنا باقي في 2016 يمكن انه في 2015 يكونوا كملوا وهذا الشيء طبعا قال لك لانه يعني بفعل واحد اتفاقيه اللي تم التوقيع عليها مع الفابريكا ناسيونال دي مونيدا يتيمبري هي يعني دار السكه احنا في المغرب كتطبع نقود وفلوس وكتابه باش هما يقوموا بعمليه ديجيتاليزاسيون ديكسبيدينت. طبعا هما عندهم احنا كما قلت لكم في الاول فكاين 150000 ملف ديال 2015 هما قال لك الان 75000 تم ديجيتاليزاسيون ديالها اذا بقى 75000 واللي كينتظروا ان شهر 3 2017 كيولوا كملوا مهد ديجيتاليزاسيون 2015. هادو هما بعض المعلومات الاحصاءات اللي عطاها لنا السوب ديريكتور جينيرال ديال الاستادو سيفيل اسبانيول واللي عطى احصاءات واللي كتعطينا واحد النظره شويه على نقولوا على كيفاش نقولوا كتملك واحد الصوره نتوما ملي كتمشيو عند الطبيب وهذاك الطبيب
كتدخل لك حرق لي شي حاجه ولا شي حاجه كتحرق مي ولا هو واش اش كيعمل لك؟ يقول لك سير واحد التصويره. هذاك التصويره ملي كيشوفها يعني بالراديو كيشوف الحاله ديالك كيف هي من الداخل، ثاني كيقدر يحكم واش انت خصك هذه ولا ما كاين والو. ثاني هذا بحنقولوا واحد الراديوغرافيا، حنا جاو قالوا لنا بالضبط شنو عندنا، بحال درتي واحد التصويره ديال الراديو ديال الحاله ديال ديال البروسيس كامل اللي عندهم شحال عندهم، وبالتالي كتقدر كتقدر توقع يعني وقتاش يمكن يكون الحل ديال الملف ديالك. طبعا الكل هنا سو يتم معالجة الملف ديال في أقرب وقت، نتمنى إن شاء الله داكشي يكون. ولكن بالنسبة للناس اللي دفعوا باقي يعني عليهم في العام، فبزاف الناس كيقول كيفاش قانون صريح كيقول في عام ترد عليه الإدارة، فما كنظنش هادو اللي دفعوا عام يقدروا يردوا عليهم دابا. كنت سمعت وقريت بزاف محامون كيقولوا اللي باغي مثلا كمل عام، الآن كاين واحد البوسيبيليتات، كاين واحد الخيار أنك تقدم دعوة، أن ولكن خصك ديك الدعوة تعملها خلال شهر من انقضاء ذاك العام. يعني مثلا انت دفعتي 15 اكتوبر 15 اكتوبر ديال 2016 عندك شهر، تلاقى من هذا التاريخ هذا عندك شهر بس تقدر تريكلامي وتعمل دعوة ادمينستراتيفو كونتنسيوس كيسميوها يعني في المحكمة. علاش ما القانون صريح كيقول ان في عام خصكم تجاوبوا عليا، واذا ما جاوبتوش عليا فانا دينيغادو سي بورسيلينسي ادمينستراتيفو. اذا انت كتدفع على ان لانهم رفضوك بورسيلينسي ادمينستراتيفو زعما، وكتمشي تدفع في المحكمة. هادشي اللي كنسمع بهذا المحكمة. ولكن المهم نتسناو شنو غادي يوقع، وانا اذا كانت شي معلومات او اي حاجه جديده نحاول انا نشرحها للاخوان. باغي كذلك نشكر الناس اللي كيبعثوا لي برسائل، فرحت بزاف لان العديد من الاشخاص كيترسلوا معايا وكيقولوا مثلا اليوم واحد الشخص قال لي لانه استطاع يدفع في الانترنت بلا ما يمشي عند المحامي بفضل الفيديوهات، فانا فرحان بزاف لان على الاقل استطعت اني نعاون اشخاص اللي بديت حطيت في هذا الموقع لاول مره. وللاسف للاسف الشديد اللغه العربيه ما كاينش اللي فيديوهات او اشخاص اللي كيشرحوا هذه العمليه، خصوصا انا تفهم المساله اللي باقا جديده، وبالتالي اتخذت القرار على انني مارست بهذه التجربه هذه على انني نوري اللي باغي يدفع الراس ويدفع. هذه مساله شخصيه، فقط دفع عن طريق الانترنت راسك دفع، بغيت تكون تيشاك وعارف راسك ما متاكدش كذا، انا ممكن اقضي مشي عند محامي. خصوصا الناس اللي ما ضبطش الامور، ضبطش اللغه الاسبانيه ومسائل، وما نساش بهذا الشيء ديال الانترنت، فالله غالب يمشي انسان يمشي عند المحامي، وعلى الاقل واخا يمشي عند المحامي يتفرج على الفيديوهات، لان المحامين الان بزاف ما عارفينش. اليوم قلت الموقع لان واحد المحامي فهم الكونغرس هذا، حضر في الكونغرس، فقال لك اخي كاين محامين كيقوموا طرح اسئله بديهيه، يعني كيفاش تسجل في امتحانات؟ يعني تخيل اخو متخصص متخصص في الابوغاسيا ديال ستراخيروف يسال سؤال لحد الان كيفاش تسجل للامتحانات، يعني هذا كيدل على ان هذا السيد هذا ما بذل حتى شي مجهود باش يتبع ان علاش هذا الشيء ديال الجنسيه فهو بقى حاجه بقى جديده. بزاف الناس ما كيعرفوهاش، كاين بزاف المحامين ما طبعا ما جديد فهم ما مهتموش به الا القليل اللي كتعرفهم على انهم متبعين. ف يعني مساله بقى جديده، انا كنعرف ان بزاف الاشخاص عاد كيترسل معايا كيطلبوا مني شي تفاصيل اللي بيدهم هما الابوغادوس باقي مثلا كي يعني كيهضروا باقي كيطرحوا تساؤلات على مثلا مساله ديسبنسر، الانسان اللي ما خصوش
يدوز الامتحان كيفاش. مسألة بقى جديدة تماما ولكن باقي الآن الإدارة ولا وزارة هذا باقي كيفاش غيكون ديك الطلب يعني ضروري واش ضروري هذا واحد الطلبات تقدموا للوزارات الوزارات ديال ولاد العبد ولكن هذا الطالب خص الفورمولاريو تسمع عندو واحد الفورمولاريو واش حد الوقت خصنا نعرفوا واش حد الوقت غادي يتاخروا. انا بعض الاحيان ممكن تتقدم طلب الاعفاء من اجتياز الامتحانات وممكن تعطلوا عليك عام عاد تقدر تدفع للجنسيه وهنايا يقدروا يدعوا لك لا يقول لك لا يجيبوا عليك لا انت ماشي ديسبونسي ولا اذا هنا خصنا نعرفوا واش خصنا ندوز امتحان ونقرا ولا لا. واحد حاجه جديده هنايا عاد كنت سمعت انا كنا باقي ما تاكدتش منها هي المساله ان الديسبنسا تقدر تكون بارسيال او لا تكون توتال. شنو معنى يعني ديسبنس يعني الاعفاء يقدر يكون يعني شامل او يكون جزئي. يقدر يكون اعفاء كامل يعفي كل شيء او يكون جزئي. مثلا تقول مثال شخص أمي ما كيعرفش يقرأ ولا يكتب كيعرف يقرأ ويكتب إسبانية ولكن كيعرف يهضر بها فهنا ممكن أن يكون هناك إعفاء جزئي يعني بمعنى أنه سيتم إعفاؤه من أنه يدوز امتحان كتابي ولكن سيتم يعني إجباره على اجتياز امتحان الشفوي. كيعرف إسبانية واخا مزيان أجل عندي أني دوز الامتحان الشفوي. إذن هذه المسألة هذه عاد جديدة عاد قالوها في هذا الكونغرسو. لهذا أنا كنقول لكم أن بزاف الأشياء راه باقا ما واضحاش وعاد باقي بشوية بشوية راه باقي يعني باقي كيشرحوها. وأنا إن شاء الله إذا ما كتكون شي معلومة أنا أقوم بالشرح ديالها ونأتيكم بها ما كاين حتى شي مشكل. المشكلة ديالنا حنا هنا كجالية مغربية فللأسف ما كاينش واحد التواصل خصوصا الناس اللي جيل الأول. حنا كنعرفوا أن الهجرة لإسبانيا فالهجرة لا زالت في جيلها الأول. حنا وصلنا ماشي بحال بلجيكا وهولندا للجيل الثالث ولا الرابع يعني الناس خلقوا تماك هذوك عندهم مشاكل أخرى ماشي بحال حنا اللي باقيين حنا يلا جيل الاول مشكل ديال اللغه. حنا كنعرفوا ان الغالبيه ديال المهاجرين ف الغالب كاين اللي ما كيعرفش الاسبانيه كيعرف لغه اخرى وكاين اللي ما قراش يعني المسائل كل واحد والظروف ديالو. ولكن حنا جينيه مهمه جينيه مهمه وكبيره خصنا مثلا يكون عندنا خصوصا دابا مع هادشي ديال الانترنت وهذا ف ممكن نخلقوا مثلا جمعيات او نتواصلوا مع بيناتنا. مثلا هذه بادره ما عندي شخصيه ما مساله لان بزاف انا عاقل شحال هذه بزاف الناس. مثلا انا كنت في مدن اخرى المدينه هذه اللي فيها شي مغاربه بزاف المدينه اللي فيها كانوا فيها المغاربه كل واحد كيجي عندي كيقول لي عمر كتب لي هذه عمرني هذه. طبعا حنا في اطار المساعده كنساعدوا جميع وانا بيتي هنا مع المسألة ديال الجنسية فقط بغيت ندفع راسي بغيت انا ندفع الفلوس للمحامين قلت انا دائما كندفع راسي فقلت ولكن جبرت صعوبة لان حاجة بقى جديدة خصك تكون شوية مع الانترنت شوية كده فجبرت واحد الصعوبة. بالتالي انا قررت نعمل هذه الفيديوهات هذه نعاونوا بها الاخوان وكنفرح بزاف كما قلت لكم. كيقول واحد الاخ انه استطاع يستافد انا بدينا كنستافد بدي ما كندخل الانترنت ما كتحرف لي شي حاجه فكان مع الفيديو وكيطلع لي شخص كيشرح يعني المساله عندهم عاديه هم. ثاني هنا حنا خصنا نعاونوا بعضياتنا واللي عنده شي حاجه يتواصل مع اخر يقول له شنو قال ماذا بينا نتعاونوا في جميع المجالات ان شاء الله باش يكون عندنا حضور. لان اذا ما كاينش عندك صوت في المجتمع هذا وما عرفتيش تهضر وتعرف القوانين فعمرك ما تحقق الاهداف ديالك. هو المهم اي حاجه فممكن تصلوا بيا الموقع ديالي راه معروف عندكم الايميل ديالي راه معروف والسلام عليكم.